اكتر سؤال اتبعت لي الفتره اللي فاتت، ايه افضل ادويه التخسيس اللي ممكن استخدمها في رمضان، وايه الجرعه بتاعتها، استخدمها امتى بالظبط؟ عشان كده عملت لكم فيديو عشان اقول لكم ايه افضل ادويه وامتى ممكن ناخدها، مواعيدها مع الفطار ومع السحور. خليكم معانا لانها هتكون حلقه مهمه جدا. وسهلا بكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. لو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك علشان توصل لكم كل الفيديوهات الطبيه واجاوب على اسئلتكم في الكومنتات. بالنسبه لادويه التخسيس هكلمكم النهارده عن اكتر 5 ادويه ممتازين جدا جدا، انهم اول حاجه بيرفعوا معدل الحرق، وتاني حاجه ان هم بيخلصونا من كميه الدهون المتخزنه في جسمنا. هم عباره عن 2 اساسيين، يعني نحاول ان شاء الله لازم نستخدمهم، وتلاته تستخدم منهم حسب ما انت متعود او حسب ما انت محتاج، لكن تحاول 2 يبقوا اساسيين وتلاتة هتختار واحد منهم. انا هقول لكم كل واحد بيعمل ايه وامتى جرعته، وانت تختار الافضل ليك وتستخدمه. يعني مثلا لو انت كنت متعود اصلا تاخد واحد قبل الحلقه، تمام، كمل عليه عادي واستخدم معاه 2 الاساسيين. لو انت مش بتستخدم اي حاجه خالص وبتدور، خلاص شوف الحاجات كلها اللي انا هقولها واختار انسب حاجه ليك. نيجي الاول واحد في الحاجات الاساسيه واتكلمت عنه في فيديو قبل كده، وهو جرين تي ميباكو، زي ما انتم عارفين اللي هي اقراص الشاي الاخضر. الاقراص دي ممتازه جدا علشان ترفع معدل الحرق، وفي نفس الوقت بتساعد الجسم كمان ان هو يتخلص من الدهون المتخزنه فيه، فهي ممتازه جدا جدا، ولازم نكون حريصين انها تكون موجوده معانا وناخدها، خاصه واحنا دلوقتي ايه بنحاول يعني ايه بنلخبط في الاكل. افضل جرعه ليها هتاخد قرص قبل الفطار بربع ساعه، يعني وانت بتشرب الميه وبتاكل البلح هتاخد قرص معاهم مع كوبايتين ميه كبار، وبعدين تستنى ربع ساعه وبعدين تفطر، والقرص الثاني هتاخده قبل السحور بنص ساعة. يبقى كده عندك قرصين في اليوم، قرص قبل الفطار بربع ساعة وقرص قبل السحور بنص ساعة. ده ممتاز جدا وحلو جدا جدا جدا. طيب لو انا ملقيتهوش او بدور عليه ومش لاقيه، يبقى تشرب الشاي الاخضر العادي اللي احنا متعودين عليه، بس زي ما قلت معاه ده شاي رويال. عندك شاي ليبتون او شاي ازيز او اي شاي اخضر تلاقيه في وشك، هاته مفيش مشكلة، وتشرب منه 3 مرات في اليوم. اول مرة هتبقى في نفس الميعاد بتاع الاقراص، يعني قبل الفطار بربع ساعة، يعني تشرب مية وتاكل بلح وتشرب كوباية شاي اخضر، تستنى ربع ساعة وتفطر. تاني كوباية هتبقى بعد الفطار ب4 ساعات، واخر كوباية هتبقى قبل السحور برضو بنص ساعة. لكن ليه انا بنصح بالاقراص؟ لان القرص الواحد تقريبا بيعادل 3 كوبايات من الشاي الاخضر، فاقراص الشاي الاخضر دي ممتازة جدا جدا جدا. وبالنسبة للاسعار كلها بتاعت الحاجات دي هتلاقوها ان شاء الله بتظهر قدامكم على الشاشة. تاني حاجة معانا ممتازة جدا جدا، وهي اقراص الجينجر. الجينجر ممتاز جدا جدا ان هو بيساعد بالشبع، يعني الناس اللي تحب انها تحس انها شبعانه ممكن تاخد منه، ممتاز جدا، وكمان بيساعد الجسم انه يتخلص من تفتيت الدهون المتراكمه فيه، فهو من الحاجات الممتازه جدا واللي المفروض ناخدها برده جنب الشاي الاخضر، دي حاجه اساسيه. طيب الجرعه امتى؟ هنستخدم قرص بعد الفطار بساعتين وقرص تاني قبل السحور بساعتين، يبقى ناخد قرصين في اليوم، قرص بعد الفطار بساعتين وقرص قبل السحور بساعتين. طيب التحذير الوحيد، لو انت اصلا مريض ضغط مرتفع، ضغطك مرتفع جدا، بلاش تستخدم الجينجر لان هو ممكن يسبب مشاكل لو انت عندك ضغط، فلو انت مريض ضغط مرتفع ما تستخدمش الجينجر. كده يبقى دول اول حاجتين احنا اتكلمنا عنهم ولازم يكونوا اساسيين معانا، هو اول حاجه الجرين تي ميباكو، وتاني حاجه اللي هو الجينجر. طيب دلوقتي عندنا 3 حاجات هنستخدم منهم، وتلاته برضو كبار وكويسين جدا جدا للجسم، تاخد منهم حسب ما انت محتاج، لكن تثبت الجينجر والميباكو جرين تي. اول حاجه في ال3 حاجات التانيين، وهو طبعا عارفينه كلنا، هو الاورلي. الاورلي ممتاز جدا جدا لانه بيمنع 1/3 الدهون اللي داخله في الوجبه من انها تتهضم، وده كويس جدا انه بيطلع الدهون من بره بره. طيب الجرعه بتاعته ايه؟ هتاخد قرص مع الفطار وقرص مع السحور، يبقى تاخد قرص 2 في اليوم، قرص مع الفطار وقرص مع السحور، وهو ممتاز جدا جدا وكويس جدا خاصه في الوجبات اللي فيها دهون عاليه. تاني حاجه معانا وهي حاجه ممتازه جدا جدا، وهو الكروماكس. الكروماكس طبعا في ناس كتير عارفاه وفي ناس اصلا بتستخدمه. الكروماكس بيساعد اول حاجه على سد الشهيه، تاني حاجه بيساعد ان احنا نتخلص من الدهون المتراكمه في الجسم، وعشان كده هو ممتاز جدا. الجرعه بتاعته ايه؟ هتبقى زي جرعه الشاي الاخضر، قرص قبل الفطار بربع ساعه والقرص الثاني قبل السحور بنص ساعه. يبقى الكروماكس من الحاجات الكويسه جدا جدا واللي بتساعد في تفتيت الدهون. تالت حاجه معانا وهو البايو كات. البايو كات ممتاز جدا 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 في انقاص الوزن،
الوزن، وبيساعد على كمان المحافظة على الوزن المثالي. يعني لو انت خلصت دايت وعايز تكمل بس بتثبت وزنك، ممكن تاخد منه لانه كويس جدا. طب هو بيعمل ايه؟ بيمنع الدهون اصلا انها تدخل الخلايا الدهنية، وبيساعد الخلايا الدهنية الموجودة بجسمك على انها تحرق الدهون اللي فيها وتستخدمها كمصدر للطاقة. فهو من الحاجات الكويسة جدا جدا. الجرعة بتاعت البايو كات برضو هتبقى قرص قبل الفطار بربع ساعة، وقرص تاني قبل السحور بنص ساعة. يبقى كده نحاول نستخدم حاجتين مهمين جدا نثبتهم زي ما قلنا، وهما الجينجر والجرين تي ميباكو. دول نحاول نثبتهم كل يوم، يعني يبقوا موجودين معانا، ونستخدم صنف من التلات اصناف التانيين اللي انا عرضتهم، زي مثلا الاورلي او زي مثلا الكروماكس برضو، واخيرا اللي هو البايو كات. نحاول نستخدم منهم واحد حسب ما احنا عايزين، ولو احنا عادي بنستخدم واحد اصلا يبقى انا كده قلت لكم الجرعه المناسبه اللي انتوا تاخدوها، علشان ما تحتاروش يعني في رمضان، ولاني لقيت ناس كتير محتاره امتى اخد واخده ازاي، وقبل الوجبه ولا بعد الوجبه. فكده يبقى احنا لخصنا الموضوع بشكل بسيط ومبسط. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب، وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده في احسن صحه واحسن حال. باي باي.